اهلا بجميع المشاهدين من كل مكان بنرحب بيكم من قناه الحريه في حلقه جديده من برنامج مسيح الاسره واحنا قبل كل حلقه بنصلي وبنتمنى ان الحلقه تكون بتلمس امور حيه في الاسره وان المسيح يكون بينعكس بنوره وبقوته في كل عائلتنا والنهارده عندنا سؤال هنطرحه عليكم وهنتناقش فيه وهو هل جوازنا مسيحي ولا جوازنا مدني هو بالطبع مدني ومسيحي لكن ايه الغالب عليه هنتناقش في الموضوع ده مع ضيفنا العزيز الدكتور نبيل باقي اهلا يا دكتور منورنا ومشرفنا النهارده ومباركنا ومستنيين نسمع من حضرتك اجابه السؤال ده حاضر تحت امرك يا انا بعتذر لحبان المشاهدين اللي يعني سألوا كتير الأسبوع اللي فات لأن أنا كنت مسافر في خدمة فما قدرتش نعمل حلقة يوم الأربع اللي فات فكتير من أحبائنا سألوا علينا أشكرهم جميعا وأحاول إن شاء الله إذا حصل أي مرة بعد كده يكون فيها سفر هديهم خبر عشان شكرا أنت حاليا بتسأليني سؤال أنه هل إحنا بنمارس زواجنا كزواج مسيحي ولا زواج مدني فقط بالضبط كلامك بيفكرني وفكر بين المشاهدين انه ان كل واحد فيهم اتجوز ثلاث جوازات ثلاث انواع من الزواج يعني. في زواج سماوي اللي بولس الرسول قال خطبتكم جميعا لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة المسيح صبت. حمسات المعمودية العروس النفس بتاعتنا والعريس السماوي موجودين في زيجة سماوية بعد كده في زيجة مسيحية كنسية بتحصل في وقت معين لبعض الناس ثم في زواج مدني في مصر بيسجل في السجل المدني في أمريكا والبلاد الأوروبية في المحكمة <applause> كل واحد فينا عنده هذه الزيجات الثلاث وكل واحدة لها صفات معينة ونمارس كل واحدة فيها بأسلوب معين فيا ترى هل أنا زواجي المسيحي بأمارسه بقوانين وتعليمات المسيح ولا انا ناسي تماما وجوده اللي في الاسره عندي حبينا امريكاني اسمه يا دكتورة ايه مسيح الأسرة. الاسره عشان ينبه ان المسيح حقيقه متواجد م. وجود الهي دائم م. سبب اي تعب في الزواج او في الاسره في التربيه او الزواج يعني ان احنا بنتناسى وجوده ما نشوفوش ما نحسش بيه ما نكلموش ننسى وجوده تماما ننشغل عنه ممكن واحد ينشغل بامور العالم لكن لا ينشغل عن المسيح لان <applause> هو الاصل في العلاقه ففي ناس اذا انشغلوا عن المسيح اللي موجود في الاسره امامهم يبتدوا جوازهم الروح القدس ينطفي فيه تدريجيا وهنتكلم في الحلقه ان شاء الله نقعد على حاجه زي كده فيبقى الزواج يتحول الى ايه مم. الى ورقه زواج مدني مم. بقوانين مدنيه مم. الكنيسه ب... ب... بتوجه اذهاننا ان احنا في اي بلد بنروحها بنخضع لقوانين البلد دي مم. ما يعني معاها قوانين ربنا اللي حطها لنا للجواز والتربيه وعلاقة الخاصه بتاع كل واحد فينا مع عريس السماوي. فانا كل واحد لازم يبقى عارف الحاجات دي. لانه اذا حصل علاقتي بالشيك حياتي ضعفت العريس السماوي مستعد يعوضني في الفتره اللي فيها علاقة تعبانه شويه. لكن لو ما بصيتش وما طلبتش من عريس السماوي اني متناسيه ابتدي احس بالجفاف والتعب ويتحول الزواج الى قوانين مدنيه. فعشان كده هنقرا بعض القرايات النهارده. تحبي تقرينا يا دكتوره ولا آه. ولا يعني؟ اه طبعا احب اقرا. اوكي. انا كنت يعني عاوزه اقول حق يعني قبل ما اقرا تقول لي اقرا منين؟ ان يعني احيانا مش بيقصدوا يتناسوا المسيح، لكن في زحمه الحياه في المسؤوليات اليوميه في الضغوط في الواجبات اللي عليهم الشغل وده وده. حاجات كتيره فبيلاقوا الحياه بس استجابه لمطالب الحياه ومش ومش واخدين بالهم من المسيح اللي اساسا هو اللي مأسس البيت ده ف... ده اللي احنا بنسميه الانشغال عن المسيح الانشغال عن المسيح احب اقرا من يوحنا 2 1 الى 11 ده عرس قانا الجليل وبعد ما تقري حضرتك انا اقول ليه احنا اخترنا القراءه دي <applause> وهنقرا بعد كده من افسس 5 من ايه 21 الى اخر اصحاح 33 اوكي okay. okay. نبتدي الاول ونقرا انجيل يوحنا انجيل يوحنا الصح الثاني من 1 ل 11 انجيل القديس يوحنا وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ام يسوع هناك ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر فقال لها يسوع مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد قالت امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه وكانت سته اجران من حجاره موضوعه هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مترين او ثلاثه قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء فملؤوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكا فقدموا فلما ذاك رئيس المتكا الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا دع رئيس المتكا العريس وقال له كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اولا ومتى سكروا فحينئذ ادون اما انت فقد ابقيت الخمر الجيدة الى الاخر هذه بداية الايات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فامن به تلاميذه سوسي بقى فاظهر مجده اول حدث يحصل في المينستري اوف جيسوس كرايست في الفتره بتاعت خدمته اللي فيها ابتدى يظهر لاهوته هي المعجزه دي دي اول معجزه عملها في قناة الجليل والقديس القديس يوحنا الفم بيفهم وقيس بيقولوا انه المسيح اسس سر الزيجه زي ما قلنا قبل كده في تكوين 2 24 في جنه عدن في جنة عدن وجه قال أنه بحضوره في عرس قانا الجليل أكد ما أسسه في جنة عدن حضور المسيح ده حاجة كبيرة قوي ويبتدي معجزاته بحضور فرح وأول سر اتكلم فيه في العهد القديم في التكوين في الأول مه. سر الزواج مه. المسيح ليه يعني نظرة خاصة مه. لممارسة هذا السر احنا عليه النهاردة أيوه. السر عظيم جدا جدا إذا أدركنا يعني وجود المسيح فيه وإزاي نتعامل مع بعض سبب المشاكل كلها مه. اللي بتحصل في الزواج وفي تربية أولاد في الأسرة سببها إن احنا زي ما حضرتك بتقولي منشغلين عنه بامور الحياه اليوميه. <applause> فالواحد بيذكر نفسه كاي انسان بشري بينسى يذكر نفسه المسيح معايا المسيح جوايا الروح القدس جوايا. مين هو شريك حياتي ده؟ بالنسبه لي. ففي بعرس خان الجليل لما قالوا وكانت ام يسوع هناك <applause> واضح ان ام يسوع كانت موجوده مش مدعومه. واضح ان دي حد من الاسره الممتده في حد يعني لكن ودعوا في اي اثنين دعوا يسوع وتلاميذه بدعوه عفوا لما اقول له يا رب تعالى خليك موجود معانا بيدعوه وبعدين نلاقي ان برضو لفظ ام يسوع ام يسوع لقت ان الخمر خلصت عنده طيب لو دي ضيفه مش هتتكلم لكن دي واحده من الموجودين وكلنا بنقول ليس لهم خمر آية عجيبة جدا دي آية أظن ثلاثة م. ليس لهم خمر ب... بتتشفع عند المسيح م. كأم م. لينا بتقول الجماعة دول غلابة الخمر دايما بترمز للفرح في العهد الجديد ترمز للمحبة والفرح. وسفر النشيد الخمر أن حبك أطيب من الخمر المحبة مه. والفرح. والقديس كروزي الكبير في تفسير مه. هذا الجزء قال إن الخمر القديمة دي بترمز للناموس. والخمر الجديدة بترمز للنعمة عهد النعمة مه. عهد الفرح. ها. بالعرس السماوي مم. فهو ما كسرش الناموس لكن كمل بنوع من الخمر جديده مم. رئيس المتكأ اثنى عليها بتفوق طب المسيح عاوز نشرب خمره لا لا ده هو المعنى الروحي عجيب جدا في في الجزء ده في اربعة بيرد على العذراء مريم يقول لها مالي ولكي يا امراه لم تأتي, لم تأتي, تأتي ساعتي, ساعتي بعد. بعض المفسرين بيقولوا الساعة دي ساعة بداية إظهار لاهوته في معجزات لكن ما قالش ساعة لكن قال ده ساعتي فبعض بيقول اه هو ساعته لإظهار مجده لكن بعض بيقول إن ساعتي يقصد بيها ساعة الصلب الساعة المرتقبة هي ساعة الصلب اللي هي ساعة إيه؟ ساعة انسكاب حبه بالكامل على الصليب من أجلنا. عشان كده مكانها هنا في الوقت ده وهو بيحول المايك. يعني عشان يحط يعني الجزء ده أوه. لم تأتي ساعتي بعد أوه. لها معنى عجيب جدا في سر الزيجه. أوه. القديس غريغوريوس اسقف بيقول إيه؟ إن الحب الخمر الأولانية دي بترمز للحب لما قبل الزواج. ودي انواع منه كتير قوي لكن الحب اللي بعد حضور المسيح وتحويل الماء الى خمر واحنا طبعا نلاحظ ان المسيح كل عمله اراد فكان يعني املاء الاجران مالوها الحفه بتاعتها ست اجران بحسب عدد التصهير لان اليهود كان عندهم ست اجران كل يوم ياخدوا منه الميه بالطرق بالاكل ويستعملوا الماء في حاجات اخرى للتطهير يعني. بتاعت. فالمسيح بتاعت اه. ف المسيح اراد والميه اتحولت الى خمر، معجزه عجيبه كده ما لمسش حاجه، ما قالش تتحولي الى خمر. اللي اراد في داخله. هم ملوها بقى، قال لهم املوها. بس. املوها ميه. بس. وبعد كده اسقم. طب امتى حصل التحول؟ وليه المسيح ما لمسش فشفى وما قالش ت... لعازر هلم خارجا ده اراد في داخله دي اول معجزه بدون كلمه للميه تتحول هو اراد في داخله الحب براي قيس اوريغوريوس اسقفنيصاس الحب الزيجي وهو اختلاف تماما عن حب ما قبل الزواج لانه مبني على العطاء والبذل والتضحيه وفي الجزء العاطفي برضه لما نتكلم النهارده هذا الحب رمز للمسيح الخمر الجديده العروسين غلابه قنا جديد قريه صغيره جدا اللي راحوا وتاريخها قريه صغيره جدا والجليد سموه الامم يعني ناس امميين مش اليهوديه مش اليهود كمان فوجود المسيح واول معجزه يعملها عند كنيسه الامم. مم. واحنا باي ذا في مصر كنا امم، معتبرين امم. كل اللي مش يهود؟ اه. فالمسيح ابتدى بسر الزيجه بيأكدوا بحضوره انا حاضر في سر الزيجه وحضوري يؤكد تقديس سر الزيجه. مم. كما سيجي دلوقتي وياكد ان في نوعين. رئيس المتكه قال ازاي تسيبوا الخمر الجاري في الاخر؟ مم. فنوعيه الحب الزيجي يجب تختلف تماما عن الحب الاولاني. مم. تلاقي بنت في الخطوبه قدرها بيحبها، يتكلم معاها بالساعات، يطبطب عليها، يعني تصرفات معينه كده. تيجي بعد الجواز في مسؤوليات تلاقي الحب اتغير. الحقيقه هي وجوزها بيمارسوا مسؤوليات معينه. يضحوا لاجل بعض بيبذلوا لاجل بعض في عطاء مشترك وهذا لا ينفي ان يكون في مصاحبه ويكون معاه كمان حب عاطفي وهنيجي نقول ان الله امرنا امر الزوج وامر الزوجه ان الحب الزيجي يكون فيه حب عاطفي يعني اظهار عواطف وممارسات عاطفيه بين الزوجين أولى سبعه آية ثلاثه يوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذا مرأة الرجل أيضا وأنا آسف الإنجيل بالعربي مش مبين إيه حقها الواجب ده يوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذا مرأة الرجل أيضا يعني الاثنين مطالبين بس ابتدى بالراجل فإيه الحق الواجب ده بالإنجليزي متقالة كلمة affection husband rendered to your wife affection due her. حقها من الافكشن الافكشن ده ايه اللي هو ممارسه الحب العاطفي بين الزوجين يعني حنان طبطبه قبله احضان كلام محبه حلو المسيح بنفسه بيقول ده مهم والراجل او الزوجه الاتنين بيضحهم ان حتى لو كانوا تعبانين لازم يمارسوا هذا النوع من الحب لان المسيح امر بيه <applause> سبعة أو ثلاثة فإحنا دلوقتي بنفكر كيف يختلف الحب الزيجي عن الحب العالمي اللي قبل كده الحب الزيجي بيبتدي من ساعة سر الزيجة <applause> ال في بعض الكنائس اللي هي الارثوذكسيه وكاثوليكية عندهم الزواج ده سر مقدس احد اسرار الكنيسه السبعه بعض كناس ثانيه الزواج عندهم مش سر لكن برضو يعني يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون ويكون جسدا واحدا مش ممكن يكون جسد واحد الا اذا كان الروح القدس بيجمعهم الى واحد مع بعض فهم مؤمنين بالزواج لكن احنا بنؤمن سر كسر وفي الاثنين الروح القدس عامل بين الزوجين لما يجمع روحهم وفكرهم وعاطفتهم وجسدهم الى واحد ظاهريا من بره الاثنين بعاد عن بعض لكن عمليا الله بيقرب الفكر من بعضه الروح من بعضها أوه. القلبين العاطفة من بعض الأجساد تقرب من بعضها تقرب يعني, يعني فيه attraction. في أتراكشن في كده اتنين تقارب بينهم يعني. كده بينهم انا بشكرك يا دكتور نبيل لتفسير عرس قنا الجليل وتحويل الماء لخمر لان ناس كتير بتقول ربنا بيحلل الخمره وان الخمره اوكي وحتى اول معجزه الرب يسوع عملها كانت كده لكن طبعا الموضوع بعيد خالص خالص والتفسيرات اللي حضرتك قلتها يعني بتدخل القلب جدا ودي رمز الفرح ورمز المحبه, المحبة البذله المضحيه وغير اللي هي كانت قبل كده يعني عهد النعمة غير في عهد الناموس شكرا بالزبط. جدا دكتور نبيل في حتة أن الاثنين يبقوا واحد بس لحسن حد يخاف إنه يكون واحد بيتبلع في الثاني يعني الواحد اروح انا اضيع انا فيه وهو ويبقى هو بس الواحد ولا ان الراجل يقول مش بتحصل كتير بس ان انا اللي اضيع فيها وتبقى هي الواحد اللي بيضحك لك ايه؟ يعني في الزواج واحد زائد واحد يساوي واحد بس بشرط اكون انا الواحد <applause> ايوه يعني, <applause> يعني طبعا ده ضد الزواج المسيحي لا. اللي فيه كل واحد بيغسل رجلين الاخر <applause> ويعلي من شان الاخر <applause> ومطالب ان هو يوفي احتياجات الاخر <applause> وانا بحب اسمي في الجواز المسيحي احتياجات أوه. مش حقوق ومش التزامات يعني التزامات هقولها دلوقتي بقى يعني بس يعني في مش واجبات واجب مش واجب عليا مش واجب لك مش حقوق لا ده احتياجات أوه. واحتياجات شريك حياتي انا المفروض اوفيها قبل ما اوفي احتي... اسال على وفاء احتياجاتي انا مم. لو كل واحد من الاثنين وفى احتياجات شريك حياته كان هدفه كده الاثنين هيستوفوا مش هيبقى في مشاكل المشاكل هتقل جدا جدا أوه. وبعدين نفرض ان واحد او واحد لقى مراته مش عماله تحبه او مدياله حريه تقرب منه وزعل واتقمص طيب يجرب كده يصلي لعريس السماء ويقول له يا رب تعالى معانا ورينا قد ايه العلاقه دي خلي مراتي تصير لي كذا او خلي جوزي يا رب يعمل لي كذا المسيح سيسرع للاستجابه وده ألذ حاجة في الأسرار إن أنا لما أطلب أو العلاقة مع المسيح ألاقي المسيح بيستجيب ومش بعملها عشان أختبر المسيح مش بجربه ده, ده أنا بثقة أنا واثق أن ما أكلم المسيح سيعمل هو ده السر السر العجيب في العلاقة أن علاقتي بالمسيح الله سمعني 24 وعشرين ساعة وعمال عاوز بس يريح قلبي من جوه طب هل المسيح عاوز زواجنا يكون زواج بحسب التعليم بتاعته التعليم السماويه التعليم اللي في الكتاب المقدس م. ولا كل هدفه بس الزوج لو ضرب مراته تطلب له البوليس او حقوقي في القصر دي حضانه الاولاد أوه. أوه. يعني المسيح ما نفاش الحاجات المدنيه لكن انا بتكلم ان مشاكل الزواج كلها سببها ان انا ولا شايف ولا حاسس ولا عاوز حتى اشوف ان المسيح موجود في الاسره. من البدايه كده من البدايه من بداية انا اه أوه. أنا مي نفسي أوه. داخل بانانيه ما مش عاوز اعطي عاوز اخد هاخد ايه من الجواز ده؟ هستفيد ايه؟ يعني واحد حتى. مثلا شاب قصة طبعا كثيره شاب مثلا بيشتغل بيجي تعبان يقعد يتفرج التلفزيون مراته جايه من الشغل برضه تخش المطبخ تسخن الأكل تطبخ طب تعالى معايا طب شوف لا قول لها طب ما يردش طبعا لا. ليه؟ لان احنا الكالشر بتاعنا للاسف مم. معلم الراجل ان عيب تخش المطبخ عيب تساعد مراتك انت راجل واه لو كان طالع في بيت ده عنده مثلا ثلاث ثلاث دخول بنات مم. ومامته وده الوحيد اللي عليهم ولد واذا كان صعيدة بقى الواد ده ليه كبيره خالص طبعا فهم متوصي اوعى اوعى تعمل مع مراتك حاجه مع عمال البيت رجولتك هتقل الحقيقه طبعا ان هو مش بيساعد مراته رجولته بتقل فعلا لان المحبه الزيجيه ممثله في الرجوله الشهامه الرجوله هي الشهامه مم. ازاي اشوف مراتي جايه تعبانه معايا مش شغل هي تخش تقف في المطبخ وتعمل وانا بتفرج على التلفزيون على ماتش بعمل اي حاجه تانية وتطلبني اروح أزعتها ومش عاوز هي دي عدم الرجولة عدم الشهامة فعلا للمساعدة المساعدة مم. يتكلموا على يعني سامحوني على لغات الحب والكلام ده أحد اللغات بتاعته اللي أنا بقولها كده يعني إن ساعد شريك حياة في البيت إذا كانت هي عاوزة كده كمان شريك الحياة أصلا لما يقفوا مع بعض بيساعدوا بعض هيبقى في في بينهم حوار بينهم كلام أوه. إحساس ده جوزي معايا يعني مثلا لو هو قاعد فوق في الدور الثاني وهي قاعده في الموضوع في الدور الارضي طب تعال انا عاوزاك يقول انا مش فاضي بيعمل اي حاجه يعني غير لما يكون واقف معاه في المطبخ بيتكلم مع بعض شوف حصل ايه النهارده بيعملوا حاجات مع بعض ويحطوا اكل مع بعض ولادهم يجوا حواليهم قصدي ده يعني بنسميه كومبانيون عشره مع بعض فالمسيح عاوز في الزواج يكون في عطاء يكون في ممارسه للبذل مم. اللي هو عملها على الصليب يكون في محبه عاطفيه ومحبه روحيه وجسديه يكون موجود الشيطان بقى مش عاوز كده الشيطان عاوز ايه كل ما يقراهم بعض يطلع بينهم حاجات صغيره مم. تكبر ويكبرها في عين الزوجه وعين الزوج ازاي قال لي كده ازاي قالت كده شويه شويه بعد ما كانوا الاثنين ملتصقين ببعض والروح قوس بيوحدهم بيجمعهم الى واحد م. يبتدي الكلام الصغير او الاعمال الصغيره دي تبني حيطه بين الاثنين بالتدريج يسموها وولينج حيطه طح. وكل واحد في ناحيه م. داخل البيت بس هم سيبريتا عن بعض منفصلين عن بعض وشتاين يبتدي يلف كل واحد فيهم بقيود م. قيود عدم مغفرة قيود عدم فهم لا. قيود يعني نقد مم. قيود كل حاجة إدانة وتحقير بقى وكل حاجة كده إدانة وصلت بقى إدانة وتحقير يلاقي كل واحد فيهم نفسه متربط اه. اه. وبينه وبين التاني في حيطة وبتيجي حرب بقى كلام رمي قذائف من الناحيه دي والناحيه دي اه. الشاطر اللي يخبط يرتب زي ما يكونوا اعداء مين عمل الكلام ده؟ عدو الخير ابليس نبتدي الجواز باتنين في حضن بعض المسيح بيقربهم في بعض وبعد شويه لاقي الشيطان بعدهم مايدهم وبينهم حيطه طيب هل تفتكر يا دكتور نبيل الحاجات الصغيره دي المشاكل مش دي مش حتى مش مشاكل يعني دي محكات وانت عملت و لا انت عملتي وليه ده ما حصلش وبالطريقه دي ولا يساعد ولا يعمل يعني ده حضرتك بتتكلم على الحاجات الصغيره لكن الحياه اليوميه فيها حاجات كثيره صغيره كده بتوري ان ولا الست عاوزه تبذل ولا الراجل عشان ما نجيش على الراجل ولا هو عاوز يبذل ويغير من معتقداته من افكار اخدها من سنين فهل دي اخطر من ان تحصل مشكله كبيره فعلا في الاسره؟ يعني الحاجات الصغيره اللي بتجمع لما بتتجمع بتبقى آه؟ مشكله كبيره بعد شويه. آه. يعني الصغيره دي بتبايل اب بتتجمع بتبقى كوم اكبر ومعظم النار مستشعر الشرر يعني حاجه صغيره كده آه. لو انا ما عالجتهاش هتكبر تبقى نار. فلازم اخد بالي من الحاجات الصغيره دي آه. وبنطلب يكون في موجود ارشاد روحي زيجي حد هم مستريحين له يقول لهم لا الحاجه يتعامل ازاي انا قلت ان في بعض الكنائس غير القبطيه كنائس ارثوذكسيه غير القبطيه لما الاثنين يتجوزوا الكيسه بتختار لهم الاول كابل يكونوا متجوزين عندهم خبره لفتره طويله بيرشدوهم في الحاجات الصغيرة اللي بتتكلم عليها دي لأنهم هم عاوزين يسألوا أسئلة في الكابل ده الكبار زي بابا وماما بتوعهم يعني بس أوه. مش هم بابا وماما يعني ملزومين أمام المسبح في سر الزيك تلاقيهم واقفين جنبهم أوه. من الاتنين اللي هم هيبقوا زي الأشابين بتاعتهم بس دول في الجواز يعني ملزومين إن هم يوروهم أبونا بيختارهم ليه؟ إن دول مثل حلو للجواز هو عارفه أوه. يبقى ملزومين احنا عندنا للاسف ما حاجه زي كده بس لازم يكون في بديل يختاروا مرشد روحي للزواج آه كاهن آه مرشد روحي كونسلر عشان يساعد مم. يعني لان اول 10 سنين دي فتره صعبه جدا جدا سميها نيولي واد الزواج الحديث أوه. بمشاكله كتيرة يعني أوه. أوه. انا مش عاوز الكلام ياخدني وانسى حاجه مهمه مم. هقولها ان مع بدايه الزواج في حدث مهم بيحصل. مم. لو خدت بالي من الحدث ده برضه هيساعدني ان يكون الحياه الزيجيه حلوه خالص بوجود ربنا فيها. مم. مم. حاجه اسمها الكيان الحي. دايما انت على الكيان الحي يا آه دكتور اشرح لنا بقى الكيان الحي. ايه الكيان الحي؟ ده البيبي اللي موجود ده ايه؟ آه آه. اللي بيتعب ويعيا وكده. في, في وقت معين بيحل الروح القدس في اللي في الكنيسه فلما الأسيس بيقول كللهما بالمجد والكرامه ايها الاب امين باركهما ايها الابن الوحيد امين قدس قدسهما ايها الروح القدس امين في اللحظه دي بيحل الروح القدس يحل لكي ما يبدا تجميع الاثنين الى واحد قبلها بيكون في ترك والتصاق يجمع هو الى واحد مم. ولو انا ما تركتش الترك الصحيح مم. انا بعطل عمل الروح القدس في الاتحاد الى واحد واذا انا ما كانش محبه كافيه تلزقني بالشيك حياتي ما بحبش يعني الروح القدس هيتعطل فاول ما يحل الروح القدس بيولد مولود جديد بيعطى لاول مره للزوجين هذا هو مولودكم الاول اسمه العلاقة الزيجية والحياة الحياة الزيجية هذا المولود ده ده كيان حي حي ليه؟ أنا الروح قدس فيه بالضبط له روحيات وله فكر وله عاطفة وله جسديات الاثنين مطالبين يغذوا ابنهم ده اللي هو الحياة الزيجية والعلاقة الزيجية أنا ملزم ان اغذيه روحيا يعني احنا مم. الاتنين يكون بيننا علاقه روحيه انا وشيك حياتي نغذيه فكريا مم. يعني يكون بيننا حوار فكري ايجابي نغذيه عاطفيا يعني يكون بيننا حياه عاطفيه او أيوة. حب معبر عنه مم. وحياه جسديه الاتنين يكونوا بقراهم بعض جسديا مم. مقدسين بروح ربنا اللي موجود مم. الاربع حاجات دول بتبين ان في المولود ده أنا مطالب أكله وأشربه روحيا وفكريا وعاطفيا وجسديا يعني لو فيه دمش في اثنين مش مخلفين الحقيقة هو عندهم أوك. عندهم بيبي داوله ربنا في أول يوم وهيسألهم عليه في يوم الدين أكلتوه شربتوه عالجتوه عالجتوه لو كان تعبان صلحتوا اللي اتكسر حاجة اتكسرت صلحت طبعا. طبعا. تعب بروح لدكتور العلاقات ده اللي هو المرشد او غيره او الكاهن عشان يقول له اعملوا كده استرفوا ازاي معاه مه. هذا المولود الجديد له امراضه مه. وله متاعبه يعني ابن الصغير او متولد ساعات يبقى عنده ارتجاع حامض مغص يجيله له التهاب في زوره يجيله له حمى بوديه الدكتور طب ما اخدش الواد ليه للدكتور اللي حياتي الزجيه دي اقول له المرشد بتاعي نعمل ايه في الموضوع ده؟ م. فانا عاوز يثبت هذا الفكر ان في طفل في كيان حي موجود بين الزوجين مطالبين ان العشره بينهم والحياه الزوجيه بينهم اللي هي بالروح القدس تنمى عشان كده في كورنثوس اولى 11 في ايه 30 31, 31 وكان بيتكلم قبلها على سيره التناول إن اللي أوه. بياكل ويشرب بدون مي... استحقاق بدون استحقاق ياكل ويشرب دينون للنفس. لنفسه لأنه غير مميز جسد الرب بالظبط بعدها قال إيه؟ لأن هناك كثيرين لأن هناك ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا بالنسبة للزواج هناك كثير ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون في الزواج زوجكم بيضعف لكن لو بصينا ليه بفهم الكائن الحي ده ان مش هيموت هفضل ارعاه ارعاه مش مش, مش هيجي في يوم ارميه يعني. يعني يعني انت مثلا حضرتك نفرض من بقالك مثلا 10 سنين نفرض يعني اكتر شويه <applause> اكتر شويه <applause> يبقى ابنك الاول عنده كم سنه؟ 10 سنين؟ انا متجوز مثلا بقالي يعني فوق أربعين سنه مم. يبقى انا عندي ولد عنده فوق أربعين سنه انا ما انساهوش ده ربنا مدينا اولاد تانيين او ما ده البكر بتاعي اخد منه مم. اللي هو علاقتي وحياتي الزوجيه مع الشريك حياتي بالظبط ومهما حصل ليه امراض وضعف اوديه للشخص اللي هيعالجه مش هقطع رقبته ما يجيبش سكين وما رقبته واخلص منه وافصله يعني كده عن بعضه و... ده جريمه جريمه ربنا يحاسبني عليها فلازم ابذل كل جهدي بعطاء وبذل عشان هذا المولود هديه ربنا اداني في الاول دي تفضل حياه زيجيه مقدسه وعلاقه زيجيه مقدسه ان الروح القدس بيقدس الروحيات ويقدس الحوار ويقدس العاطفه ويقدس الجسديات اللي موجوده في الحياه الزيجيه طب هنرجع سوري دك... هنرجع نقول ان البدايه ان يبقى في التصاق شديد بربنا يبقى البيت يبقى مبني على كلمه وعلى صلاه وعلى الاتحاد بالرب يسوع الاول ونبقى متاكدين ان لم يبني الرب البيت باطل تعب البناؤون يعني انت كان المفروض تقري معايا أفس خمسه انا اقول لك دلوقتي عشان جاز ما وقت حاضر من اي 21 بتقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. في آية 21 عندنا في الكنيسة بيقروا من آية 22 امم في آية 21 خاضعين بعضكم لبعض لبعض في, الل... في خوف الله في خوف الله يعني 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 ايه يعني الخضوع ده مشترك بين الاتنين يعني الاتنين يخضعوا لبعض اه من آية 22 بقى بتكلف. أيها النساء أك... اقرا؟ اتفضلي أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب في كلوسي 3 18 يقول ايتها النساء اخضعن للرجال كنا كما يليق بالرب واشرح دي معناها ازاي لان اصل احنا عندنا في امريكا ما في مصر ايه دلوقتي لكن عندنا في امريكا الستات بيعتبروا بولس صد ده عدو النساء ليه يا جماعه عدو النساء متامركين دول ليه مم. عشان بيتكلم على الخضوع 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 ومش هو اللي بيتكلم ده الروح <applause> القدس اللي بيتكلم على لسانه وخضوع معناها الاحترام مش خضوع عبودية يعني فتلاقيهم متضايقين قوي قوي من من الكلمة دي وبعض الستات في مصر أو في أي حتة لعدم فهمهم الكلمة ديت بيتضايقوا منها بيتضايقوا ويتعبوا قوي طب أنا أنا بحب الآية دي أنا بحس اللي بيخضع هو اللي عنده قوة حب أكتر هو اللي بيقدر يخضع واخدها من الرب مش يعني بفخر فيه ولا حاجه يس. يعني يعني دي حاجه حلوه الخضوع احترام مع تواضع لو انا انسان متكبر مش ممكن أخضع مش ممكن احترم اللي قدامي فبي ايها النساء اخضعنا كما للرب أوه. او كما يليق في الرب يعني لو لو الشيك حياتي طلب مني حاجه لا بالرب ما اقدرش اعملها وبعدين في ايتين بعد كده تبع المراه ومن ايه 25 لغايه 33 كله موجه للراجل اقراهم اتفضلي قولي 23 و آه. 24 23 لان الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد yes. ولكن كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء الايه دي بقى بعض الناس بيعتبروها مصيبه كبيره كرباج بيضربوا بيه اه ان ايه يعني ايه كما تخضع الكنيسه للمسيح هكذا النساء اللي رجالهن في, في كل, شيء. لو طب انت بتخضع المسيح في كل شيء يعني صحيح اها <applause> اللي بيخضع المسيح في كل شيء <applause> اليمين يمين يمين شمال شمال هيقدر ينافس الكلام ده ويحترم شيك الحياه يعني ايه احترمه في كل شيء نفض شيك حياتي ده عمل غلط زعق العيل ما ما حبنيش غلط في شغله <applause> احترامي لا يفقد انا بتكلم الست يعني مهم اوي اوي تحترم الراجل بتاعها ليه؟ لان ربنا قال كده واذا كبرت على جوزها واتريقت عليه وقت ما وراها كلام صعب عليه يبقى هي مش بتنافس كلام ربنا وستعاقب على هذا في يوم الدينونه ده مش مه. لعبه يعني يعني دي ايه ومفروض نقول امين على الايه اللي اتقال لازم يكون كده بالنسبه للست والراجل اللي جاي بعد كده في بلاوي اكتر جايال مسؤوليات كتيره خالص يعني كويس يعني الست كل مطلوب منها تحترم جوزها وهو يحبها وهو يحبها بس يحب من نوع خاص هنشوف الوقت يعني فيعني ما تقعدش تعرض لمجرد المعارضه لاثبات النفس وخلاص الزوجه النصحة ربنا مديها حكمه بتعرف تاخد جوزها في هدوء شهيد للمسيح ازاي وبدون كلمة زي ما قيس بطرس الرسول في الرسالة الأولى بتاعته الصح ثلاثة أي واحد بيقول إيه آياتها النساء اخدار كنا خاضعات لرجالكن كنا حتى وإن كان البعض لا يطوعون الكلمة مش بتطوعوا كلمة ربنا يربحون بسيرة النساء, النساء بدون, نساء كلمة بدون كلمة كلمة السيرة بتحشب بقى خالص لكن سيرتها الحسنة والوحزينة ستكون الطاهرة بخوف دي اية اتنين السيرة الطاهرة الحسنة مم. بتخلي الزوج العدواني الوحش جدا مم. الله بيبكته مم. ودي اية يعني بقول للستات نصيحة صلوا لربنا بالاية دي وانت قلت بطرس رسول الاولى ثلاثة واحد مم. ان لو كان جوزي مش بتضيع الكلمة انت قلت لي ان انا احافظ على سيره الطاهره بخوف وانت هتغيره بدون موعظه بدون اي كلمه تحط قدام ربنا وعده تقول انت قلت كده يا رب وانا ماسكه في الوعد بتاعك يا رب أنا بنلاقي في كروسي 3 19 مش بيقول بقى ربنا للزوج زي 25 هنا اي رجال احبوا نسائكم كما أحب المسيح الكنيسه وأسلم نفسه لاجلها مش تضحيه ان هي give himself يضحي ومات من اجلها يقول لك ايه ايها الرجال احبوا نسائكم ولا تكونوا قساه عليهن بيقول ان في قسوه يعني بعض الرجاله يبقوا قاسيين قوي قصية. على الستات عند ايه اهي كروس 3 19 ايها الرجال احبوا نسائكم ولا تكونوا قساه عليهن اللي انا اعرفه من الخبره في الكونسلنج انه الست اللي بتعرف يعني تحترم جوزها كويس وتبديه وترفع مقامه زي امثال 31 على المراه الفاضله <applause> الزوج ده الله بيحرك قلبه لكي يحبها اكثر وكل ما يحبها اكثر تزداد احتراما ليه وهنلاقي ان الحب والاحترام ده طريق ذو اتجاهين لكن اصعب حاجه على الست لما تحس ان جوازها مش محبوبه جوزها مش معبرة صح واصعب حاجة على الراجل انه مش محترم لو حس انه مش محترم انه مش محترم فربنا قاصد يقول في اول جزء ده انه المفروض ان الستات يحترموا جوازهم ويسندوهم حتى لو ضعفوا في القرار غلط يسندوهم باحترامهم ليه انا بتكلم طبعا بعيد خاص عن امراض نفسيه يعني جايز زوج او زوج عندهم امراض نفسيه أوه. يعني مرض بيشكهم بطريقه غلط عندهم شخصيه مريضه عندهم مرض نفسي دي حاجه ثانيه خالص بيتعالجوا لكن أيوه. اثنين طبيعيين يجي عند الراجل بقى ربنا يمسكه من 25 33 يقول له يقول له ايها الرجال أحب نسائكم مش اي نوع من الحب كما ما. احب المسيح ايضا الكنيسه كما حبها وايه؟ واسلم نفسه لاجلها. عملها فين الكلام ده؟ على الصليب. على الصليب، بموت يعني بموته، بموته، بتضحيته، بكل يعني انا اموت لاجل شريك حياتي، مم لاجل مراتي. ده الكلام ده كلام نظري، ده كلام كتابي. مم ان المفروض احب مراتي لدرجه انه اعمل اي شيء، اعطي من اجلها اي شيء، اضحي اي شيء من اجلها، لان المسيح امرني بكده. والست ربنا امرها انها تحترم جوزها حتى لو ضعف وما ادهاش حب زي ما قلنا بطرس اولى ثلاثه مم. هيحصل ايه؟ لا يطيع الكلمه سيرتها الطاهره الحسنه هتحوله هتخليه انسان مسيحي مم. زي ما حصل لزوج القديسه مونيكا في العصر القديم كان حماتها بتسومها العذاب وهي تصلي ما تتكلمش خالص يمنعوها من روح الكنيسه تقعد تصلي الله دي ام اوسطينوس الله عمل ابنها وعيالها القديسين وجوزها وحماتها اول ناس ابن المسيح بسببها. مم. فالايه ديت اللي هي الحاجات قلتها ديت اه بص قول 1 دي مهمة اصلي بيها قوي مم. للزوجه أوه. اللي مش عارفه تتعامل مع جوزها يعني. أوه. الزوج اللي مراته ما بتخضعش ليه؟ يبتدي يصلي بالايات 22 23 24 أفسوس 5 يقول يا رب تمم وعدك يا رب هي مش قادرة مش بشتكي منها يقول هي مش قادرة يا رب جاي شايفة في حاجات غلط أنا جايز يعني الصورة حلوة ليك يا رب أرجوك خليها يعني ساعدها مم. عشان تحترمني مم. وهو وهي تصلي لأجله يا رب ساعده عشان يحبني يجي بعد كده في آية 26-27 يقول إيه هو بيتكلم على المسيح والكنيسة مم. لكن هنلاقي في كل افس خمسه دي ربنا حاطط مقارنه المسيح الراجل زيه والست الكنيسه. اه لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه. يعني بيقول الكلام ده المسيح عن الكنيسه. بالظبط. والراجل عن مراته. آه والراجل يعتبرها يعني كنيسه. يعني يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه بيتكلم على المعموديه لكن كلمه الله اللي بتقدس مم. مسؤوليه مين مجد الراجل روحيا في البيت لكي يقدسها الاول ضحيت من اجلها مم. والتضحيه دي هتخليها لازقة فيا فتتقدس بالماء بغسل بقى بالكلم مم. واللي بعدها لكي يحضرها لنفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسه وبلا عيب في زوج في الدنيا ما يحبش مراته تكون ليه كنيسه ممتلئه بالمجد مم. مجد المسيح مم. ما فيش فيها اي دنس ولا غض ولا عيب مم. مم. بل تكون مقدسه في كل شيء مين ما يحبش كده؟ مم. بس دي مسؤوليه مين؟ الراجل الراجل مسؤوليته هو مم. بانه واخد صوره المسيح وبيتصرف كانه مسيح الزوجه ستتقدس مم. بالكلمه مم. وتتقدس ما يكونش فيها اي دنس ولا عيب اي 28 تقول ايه 28 كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نسائهم كاجسادهم من يحب امراته يحب نفسه يعني ايه احب امراتي كجسدي وجسدي جسدي ده ايه الستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي من الله مم. وانكم لستم لانفسكم انكم قد اشتريتم بثمن أوه. فما يجد الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله ما اصبحتش بتاعتنا خلاص دي كونس اولى 6 19 و20 كونس اولى 3 بقى ايه 16 الستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ يبقى انا مراتي او هي على جوزها الاثنين دول ايه هيك القدس فانا بحب مراتي كجسدي ايوه ما انا وهي هيك القدس دكتور نبيل يعني احنا عاوزين نتكلم بده بتفصيل اكتر دلوقتي هنطلع فاصل صغير وهنتكلم عن الجزء ده يعني حته حته كده اهوت حاضر اتامر <applause> دكتور <applause> هنطلع <applause> فاصل صغير وهنرجع لمشاهدينا تاني وابقوا معانا إحنا بنرجع للمشاهدين بعد الفاصل وبنذكركم إن التلفونات مفتوحة لأسئلتكم ومداخلاتكم والدكتور نبيل هيجاوب عليها وهنرجع نستمتع تاني بالحوار عن دور الزوجة ودور الزوج وإيه قصد الزواج في عين ربنا وإيه الخطة اللي ربنا راسمها للزواج عشان جوازنا يكون ناجح ويكون مثمر علينا إن إحنا نقدم الآخر عننا ونكون في حياتنا محبه وفرح وسلام وتكون التضحيه سهله لما نقدم كل واحد تنا عن الثاني ايوه دكتور نبيل عاوزين نكمل الجزء بقى اللي ويربيها احنا وصلنا ايه 28 ايوه 28 29 ثانيه سمعت كذلك على الرجال اللي يجب راحت مني كذلك على الرجال اللي يجب ان يحبوا نسائهم ونساتهم ايوه قلنا شرحنا فيها اجسادهم لهيك خص الله فانا بحب هيك خص الله الروح الله ساكن فيه ما ينشغلش بتصرف خارجي ضعف خارجي حصل لا ده مراتي او زوجي هيك خص الله فالراجل بحب امراته كجسده لان ما فيش حد بيبغض جسده قط لا ما حدش راجل يبغض هيكل خص الله جسده يقوت يا ربي يعني ايه يعتني يعتني بي بيه بي بس يقوته يا ربي يقوته بالانجليزي يعني نارش يعني اغذيه جسديا وتشرش اغذيه عاطفيا وروحيا هم هم يعني المطلوب ان الراجل بيحب مراته هم كجسده هم ومسؤول ان هو يديها احتياجاتها الجسديه هم هم النفسية العاطفية الروحية مم. ده مسألة الراجل كده غير إن هو بسبب تصرفاته بيقدسها بيحضرها نفسه كنيسة مجيدة مليانة بالمجد مليانة مجد ربنا ما فيش في أي دنس ولو اتدنست يا بسبب الراجل بسببي أنا مم. لو الست دنست أو فيها شيء معيب يا بسببي أنا لأن أنا ما كنتش مثل حلو المسيح وبعدين بيكمل في آية 30 بيقول اننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق ويلتصق بامراته يكون سنة جسدنا واحد بياكد لسه برضه حكايه ان احنا هيك قدس الله لاننا اعضاء جسمه من لحمه وعظامه لان في المعموديه احنا خدنا طبيعه جسد المسيح مم. يعني احنا لما ابص لشريك حياتي ببص له أن جسده بعد المعموديه تغير خد طبيعه جديده مش بس طبيعه جديده مياله للسماويات لا ده اصبح كل حته فيه لحم وعظم المسيح اعضاء المسيح يعني دي عين المسيح ومناخير المسيح وبق المسيح ودان المسيح وحاسب نفسي كيف استعمل اعضاء المسيح كيف اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه يعني استعملها استعمال خاطئ مم. يعني. فلما انا ببص لشريك حياتي انه ده هيكل قدس الله. مم. وروح الله بيسكن فيه. انا بحب هيكل قدس الله مم. اللي هو بتاع شريك حياتي بعتني بيه مم. بأقوته جسديا وعاطفيا وروحيا ونفسيا مسؤول عن حاجه زي كده. ايوه واي حته في هذا الجسد ده عضم ولحم المسيح. في المعمودية اتغير الهيكل القدس مم. الله مم. يبقى انا لا اتعامل مع عظم ولحم مراتي نو no. انا بتعامل مع عظم ولحم المسيح شخصيا بالطبيعة الجديدة ده المعنى الرائع يعني المعنى مش خطير ده اكتشاف خطير يخلي الواحد يخاف آه. ازاي بني ادم يجيله له الجرأة يرفع ايده آه. ويضرب مراته على وشها مثلا ده بيضرب المسيح شخصيا على وشه او واحده تتف على جزء مم. طب ما دي يعني دي او افكر فكر وحش مم. يعني من جوايا اقول ربنا خلصني منه مثلا يعني مم. طب ما لازم اعرف ان اللي قدامي ده هيك قدس الله من عضم لحم المسيح اتعامل معه بكل ورع وبكل قداسه بالزبط. مش بس ربنا ساكن روح ساكن روح فيه لا لان الكتف ده الايد مم. العين دي كلها أعضاء المسيح ازاي يجب نقدس بعض مم. نبص بنظرة مقدسة لبعض طب نفرض جوزي بيغلط مم. بيستعمل عينيه غلط ودنه غلط أقول يا رب أرجوك ساعده هو اغفر له لأنه لا يعلم ماذا يفعل مم. هو مش عارف ساعتها أنه بيستعمل عينين المسيح غلط مش, أ... مش ألوم أصلي أقول يا رب ده هو مش بيستعمل ده بيستعمل ودانا ابني مثلا بيسمع موسيقى غلط واغاني غلط تدعو الى حاجات غلط عندي في امريكا اقول يا رب اغفر لي لا يعلم ماذا يفعل وبتي اشرح لابني لكن لجوزي جوزي تصرفات غلط بتصرف كمبيوتر غلط بيعمل حاجه غلط اقول يا رب اكشف قدام عيني يا رب لكي ما يعلم ان عينيك دي انت دي تستعمل استعمال طاهر وقدوس ودانه فيبتدي اصلي من اجل شيك حياتي وده بيحصل ايه؟ بيغير الست نفسها مم. اللي بتصلي بالطريقه دي بالظبط قبل ما جوزها يعني بالظبط هستاذنك ف... يا دكتور نبيل أيوة. في مكالمه من فلوريدا فؤاد مجيد اهلا بيك معانا فؤاد نجيب اهلا بيك اتفضل اهلا بيك. اهلا بيك ازيك يا دكتور نبيل اهلا يا باشمهندس ازيك الحمد لله انا بس حبيت اسلم عليك مش اكتر انا سعيد بسمع حسك سعيد بسمع حسك وانا كمان سلام يا دكتوره اهلا و... بيك اهلا بيك اهلا بيك. صلي لاجلنا يا باشمهندس انا محتاج صلواتك ومحتاج يعني انا سعيد بسمع صوتك جدا وربنا يقويك في البرنامج بتاعك الجميل ده شكرا يا باشمهندس شكرا شكرا سلام شكرا للمداخلة انهي الجزء ده انه في ايه 32 بيقول ايه البولس رسول بيكمل انه هذا السر عظيم سر اتحاد المسيح بالكنيسه او سر اتحاد الرجل بامراته سر عظيم ولكن اتكلم من نحو المسيح والكنيسه. اما الافراد فليحب كل واحد امراته، اما المراه فالتهب. تهب. مهابه يعني، تهب رجلها. احترام يعني. تهب دور المراه أوه. انها تدي مهابه لجوزها. خلي كل الستات يرجعهم أمثال 31 على المراه الفاضله. مم. كان كانت بتعمل ايه؟ تدي مهابة لجوزها ازاي؟ مم. تخليه قاعد على الابواب مع الكبار القوم. هي اللي الست مسؤولة تساعد جوزها إن مقامه يزيد وكرامته تزيد ومحبته تزيد وراء كل عظيم امرأة فعلا المرأة دي دورها في القصة دور غير عادي كل عليها تحترم جوزها وتتكلم معاه في هدوء ما ما تشخطش ما تزعقش ما ترتبش حاجة غلط من تستمر يعني إحنا الآية عندنا اللي بيعلموها لنا دايما باستمرار سالونيكي الأولى انه انذروا الذين بلا ترتيب. الناس اللي هم ما عندهمش سيلف ديسبلين يعني مش ماشيين على على أي رولز يعني على أي قواعد. شجعوا صغار النفوس. اسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع. يا ريت يكون عندنا شوية طول أنا في الزواج. ونسند ضعفات بعض. ونشجع إذا واحد ضعف شجع اللي عنده صغر النفس اللي عنده سلف السيم يعني شجعه ان المسيح معانا ما تخافش يا جوزي البيزنس باظ يا مراتي سقطت في الامتحان ده ما يجراش حاجه ربنا هيكون معانا الكلام ده محتاجينه بين الزوجين احنا قرينا افسس خمسه دلوقتي وقرينا مع بعض يحفين. سر سر اللي عمله في قناة الجليل ايوه تقديس الزواج يعني أوه. من المعلومات دي خدنا تعليمات ربنا ازاي جواز يكون جواز مسيحي. الراجل عليه دور والست عليها دور. منتهى الهدوء. هعرف اعمله امتى؟ لو انا تذكرت وجود المسيح اللي موجود معايا في بيتي. مراتي عاملت حاجه غلط. ابتديت اتنرفز. بعض الرجال عندهم عصبيه او ستات عندهم عصبيه. تعصبوا يعني. يغضبهم قبل ما اغضب افكر المسيح اللي واقف فاتح ايديه ليا ويقول يا لي بنتي او يا ابني انا هنا موجود اهو انا ضابط الكل ما تخافوش افكر مش قادر افتكر حاجه زي كده احط صوره المسيح اشوفها ابقى لابس صليب احس عليه حاطط في جيبي صليب الحاجات دي عشان بس اذكر ضعفي البشري بانشغالي واندفاعي في الحياه الزيجيه واغلط افكر ناس المسيحي اللي واقف بيقول انا معاكم انا هضبط المكان هضبط اللي حاصل ما تخافش دونت وري ما تقلقش ما تقلقيش اذا حصل كده كثير من المشاكل هتقف من اولها هتبقى اوقفها من اولها خالص انا مش هندفع واغلط والكلام وحش يعني المقياس المقياس كدة أقوله اللي نجاح كل أسرة وكل زواج إن أنا أسمع كلمة ربنا إن حياتي الروحية بس اللي تبقى مرتفعة المسيح عاوزني أرتبط بيه وأشوفه وأقرأ كلامه وأنفذه لكن في حاجات إسمها مهارات زيجية يا إما بنتعلمها بالقدوه من الناس قدامنا اه يا من بابا وماما قبل ما نتجوز يا نتعلمها بالكونسلنج والمشوره ارشاد اب اعتراف ارشاد روحي يعلمنا هذه المهارات وعاده اول واحد بيتجوز ما عندوش مهارات زيجيه اول 10 سنين بنسميهم نيولي ويد ييرز دي يتمرنوا فيها ازاي ينموا هذه المهارات الزيجيه المهارات الزيجيه المستقاه من تعليمات ربنا غير المهارات الزيجيه السيكولر المستمده من العالم بس تفرق فرق كبير قوي قوي طبعا انا ليه بقول انا هانا جوازي مسيحي ولا, ولا جوازي مدني أوه. انا بنفذ تعليمات المسيح هل انا قاسي على مراتي هل مراتي يعني بتحب انها تحترمني وتستدني الزوجه انا مش عايز الراجل يفكر في مراته كده بس الزوجه تقول هل انا يا رب بسند جوزي بصلي لاجله حتى وان كان لا يطيع الكلمه ولا انا بعمل ايه؟ انا واحده اوبينيتد بحب افرض رايي على جوزي أفهم انه ما عرفش يعمل حاجه ان انا احكم منه بوعظه لا ارجع عن كده هل انا قاسي على مراتي؟ هل انا مسؤول عن تغذيتها عاطفيا وروحيا وجسديا؟ هل انا بعتبر جساتها ده هيكل القدس بقرب منه بورع وتقوى وقداسه كل واحد يراجع نفسه عشان احدد نفسي النهارده هل انا زواجي مسيحي ام انا نسيت الكلام ده كله وانطفى الروح القدس في جوازي انطفى الروح القدس بسبب خطاياي واصبح جوازي مدني فقط والمدني فقط ده كل هدفه ينفصلهم يعني يتطلقهم لكن ما يستحملوش فالنهاية صعبة جدا للجواز المدني فقط للناس المسيحيين يعني آه أنا كنت أتوقع ما يسأليني إزاي الروح القدس ينطفي إزاي الروح القدس ينطفي <applause> هو <applause> ربنا بيتفي ربنا نار الخطايا اللي هتخليه ينطفي خالص والحب ما. المشعل اللي يروح و... الحقيقة كلمة انطفاء الروح مم. وامتلاء بالروح لها معاني يعني انت فهم الله موجود في داخلنا روح الله يسكن فينا طيب ازاي روح ينطفي؟ ده الله نار اكيد الطفل ازاي؟ هو طبيعه الله بتتغير مش ممكن تتغير والمحبه السيول لا تغمرها وقويه كالموت يعني هتروح؟ كل ده معاني بتبين ان محبه الله اللي جوانا ونروح جزء جوانا مش ممكن ابدا يطفي مش... مم. بيطفي ازاي؟ انا دايما اشرحها بالمنظر ده مم. لو في نار مولعه قدامي هنا هنتدفى احنا الليلتين بالنار دي هتدفينا ونحس بالحراره كده. بتاعتها دي ساعه نرزق اكتر في ربنا، مم. ساعه يعني ايه معاملاتنا بقت بارده ارزق في ربنا اكتر، اتدفى. طب نفرض بنيت حيطه حوالين النار دي خلاص حيطه سميكه وعالية خلاص خلاص عمليا النار ملتهبة جوه وبتلسع مش متأثرين احنا بيها لكن احنا مش حاسين بيها الجدار ده اللي هو خطايانا الحيطة دي هي خطايانا زي ايه في الجواز؟ في الجواز لازم بيكون عندي انا الجواز انا بعتبره ده تكريس انا بكرس حياتي داخل الزواج لربنا يعني أعيش في طهارة وقداسة ومكرس حياتي لربنا بعطاء ببذل فالزواج نوع من التكريس تكريس زي يعني كوميتمنت التزام ولا أكتر من كده؟ لا أكتر من الكوميتمنت العادية أكتر من كده. لا اكتر من الكوميتمنت العاديه اكتر من يعني يعني هل زواجي التزامي أم تكريسي؟ آه تكت... يفرق يفرق في إيه؟ التزام يعني أنا ملزم غصب عني اعمل حاجة دي لا انا قصدي اقول التزام بفرح يعني بحب آه آه دي آه انا دي اسمها انا تكريس آه الالتزام اللي في فرح ده آه يعني مهما حصل المسيح آه مع الزين ده تكريسي طب معلش يا دكتور نبيل انا بقول على الكلمه دي لان م. انا حاسه ان زمان يعني معلش هقول زمان من, من سنين طويله كان في تكريس اكتر كان في التزام اكتر كان الجواز خلاص هو اللي لغايه ما الموت يفصل بينا. Yes. دلوقتي بقى لاي سبب يحصل طلاق وال... ومن غير سبب زهق مش بحبها اني مور مش كلمات كده اهوت و... ويحصل انفصال. ده كتير قوي بسمع يجي لي حد يقول لي ايه انا ما بحبهاش. اه خلاص اعيش معاها ليه؟ يقول لا انا ما بحبكيش امشي بره البيت مش عاوزك كده بمنتهى يعني كان مثلا ده القطه ما اقدرش كده. أو. لو انا عندي قطه وكلب ويتعبهم باخدهم الدكتور وعليكم عمري ما مرفوص ولا لها مش تلعب بره عمري اعمل كده ابدا أمام اعمل كده في مراتي لها ما بيحبكيش مش تلعب بره يعني حاجه ما مش قادر اتخيلها غير دلوقتي يعني ان ممكن زوج يمسك عصاية مقشة يكسرها على مراته مم. يرفع سكينة عشان يقول مش عارف هعمل ايه ايه ايه, إيه الكلام ده ناس كل ما اقرب من ربنا ما احس بالبروده واقرب من ربنا ربنا هيدفيني يعني ايه يعني يشعر روحي جوايا احس بقيمه شيك حياتي حتى لو كان تعبانة الست دي او حتى لو كان تعبان الراجل ده يديني الله طول انا انا وعدت مره نعمل حلقه على عدم اخلاص الزيجي ده لازم ده لازم ان شاء الله يعني لكن طب دكتور نبيل هستاذنك في مكالمه من مصر مدام فيفي

بحبش كتير لحد نفسي عشان اقول عشان حط الاولاد الاقي بعض فتره ان انا انفجرت لدرجه ان انا قعدت اتمرن. مش بيقطع خالص. اه الصوت الصوت بيقطع مش مش واضح. ما انا بقول لك اه بقول بقول لك يعني اكثر انفجار لدرجه ان انا ممكن اقعد يعني اقطع من ما انا بسكت واتحمل العيال مش عارفه اتعامل معايا لو سمحتي لو سمحتي في, في ممكن تكلمينا مره تاني عشان الصوت مش مش واضح خالص بحيث بيقطع او تسيبي تليفونك يحاولوا يتصلوا بيكي من كنترول روم ده. اوكي هذكر بعض امثله اه من الخطايا المعتاده أوه. داخل الزواج عشان ناخد بالنا منها. اولا فهمي للمسيح مخلصي والطبيعه الجديده اللي دهاني احترم مم. الطبيعه الجديده دي احترم هيك القدس واحترم روح القدس ساكن فيا احترم مم. مخلصي اللي بيحبني وبيغفر لي مم. مم. احترم سر الزيجه اللي بيجمعني مع واحد بحيث انا قاعد متجوز ومسيح بيني وبين مراتي بيجمعنا لبعض. عدم القداسه العيشه في نجاسه أجل. اكبر خطيه اليومين دول الشيطان بيدخلها في الاسره مم. لكي ما ينجس الاسره كنيسه مجيده بلا دنس ولا غض أو. فالشيطان عارف الايه دي أو. نفسه يعيش الرجل او الست في عدم قداسه أو. عطاء وبذل وتواضع يبقى عكسهم ايه؟ انانيه و... أنانية وكبرياء أوه. حاجه على ت... ايه تبعدني عن, أوه. عن الروح انا قدس مم. او يروح قلبي ينطفي بالنسبه لي اخت... اخترت شريك حياتي باندفاع ولاغراض ما هيش مظبوطه مش مسيحيه مش لما شرحت في اختار شريك الحياه علي. عشان الفلوس عشان مم. كده عشان كذا أسباب كتير اختيار خاطئ أوه. عدم احترام الشريك الحياه أوه. عدم الثقه بالشريك الحياه مم. عدم الاخلاص للشريك الحياه مم. القياديه والخضوع القائد المسيحي اذا كان الراجل هو ليدر يعني مم. ده مفروض هذا الراجل ده بيغسل رجلين كنستو زي المسيح ما عمل وعلمنا مش القائد ده بيشخض وينطر والخضوع قلنا هو احترام مم. في حاجات عندي في الماضي ساعات بتعل عليا في الحاضر وتتعبني حصلت وانا صغير حصلت لي ولا تاثير شفت بابا وماما بيتصرفوا تصرفات غلط مع بعض شفت امثله وحشه اجي جوازي الاقي معايا الكلام ده لازم الكلام ده يتعالج انا يعني لو فضل موجود هيتعبني هي بالظبط الحوار ده كان اغلبه حوار في عدم فهم مم. وغضب وزعيق يعني الحوار ده ده يعني هو الدم اللي ماشي في شرايين الحياه الزيجية لو وقف او تعطل الحياه الزيجية بتتعب مم. فالحوار عيوب الحوار كلها وهنتكلم عليه بعدين حوار عيوب الحوار اللي فيها واحد يعني بيجرح في شريك حياته بيزعق فيه بيصعد الموقف باستمرار بينتقد على طول مش عاوز يسمع مم. مش عاوز ينصت في سوء فهم الحاجات دي كلها بتخلي الروح ينطفي المفروض يكون في يعني حنيه وعدم قسوه بين الاثنين الغضب خطير اذا كان موجود في الاسره مش كده بيتعمل انجر مانجمنت بنعالج الغضب كل الحاجات دي غضب ومن الناحيه التانية عدم مغفره بقى تحصل امور بغضب واساءه فالطرف التاني ما يغفرش يس. وعدوان بقى عدوانيه عدوانية المحبه اللي فيها محبة زيجية عاطفية وفيها رومانسية <applause> فيها رومانسية بين الزوجين مهما كان سنهم <applause> الرومانسية دي ان هم يتلذذوا بربنا سواء في الطبيعة او ترتيل او في ميوزك اثنين بيبقوا مبسوطين مع بعض ومحبة عاطفية متبادلة لازم ده امر الراجل <applause> امر المسيح للست <applause> او الراجل يعني <applause> آه، العلاقة الجسدية المقدسة اذا انقطعت أو استعملت بطريقة غلط بخلاف الطبيعة، مم. كل الكلام ده برضه خطايا بتطفئ الروح. مم. مم. إذا ما كانش عندي حد بيرشدني مم. أو زي أنا كنت بقول أنا ماليش كبير أقول لمراتي أو تقول لي أنا ماليش كبير هتجيبي لي مين؟ أنا رأيي هو اللي هيمشي. مم. مم. الشخص ده مش ممكن أبداً في داخله مم. هيحس بتبكيت الروح ليه، هيطفي الروح جواه. بعدين في العلاقة وبعدين اخر حاجه الامور الماليه مم. محبه المال لأصل مم. كل الشرور مم. اقطع الفلوس عن هنا اقطع عنها الفلوس تقطع عني فلوس عندها المهم عدم اتفاق المالي مم. الماده عطيه من ربنا معطي لينا بركه الاسره مم. ممكن يكون نقمه مم. كنت بس عمال انظر ليه ازاي احوشه واجيبه واعمل مشاكل بين الاثنين انا بجيب امثله لخطايا مم. ممكن تخليني تقف بيني وبين الروح القدس فحس ان روح حزين ومطفي مش قادر يوصل لي الحراره بتاعته وبعدين مهما بكتني مش هحس بيه ان سمعتم صوته ولا تقص قلوبكم فتلاقي أساء القلب تزيد الخطايا دي كلها لازم اخد بالي اذا عندي حاجه منها ابتدي اروح لحد يرشدني اذا تخلص من الخطيه دي او من الطبع او العاده ده فانا بدي امثله ازاي لانطفاء الروح في الزواج او انطفاء الروح القدس في الزواج نتنقل في نقطة تانية يا دكتورة إذا ما كانش في أسئلة دلوقتي أنا في سؤال عندي عندي كده اتفضلي أنا عندي سؤال اتفضلي في زوج وزوجة يعني ربنا اداهم ولد معاق الأول ما ابتدى يعني ظهرت عليه علامات الإعاقة في في كتير في جسمه. فالزوج ما احتملش الصدمة دي وترك البيت. ودي تاني حالة بالطريقة دي. إن دي مشكلة جت على الأسرة وهو زعل من ربنا وزعل من مراته، زعل من كل حاجة وما قدرش يستمر. طب زعل من ربنا جاي زعل من مراته ليه؟ لا مراته مشتركه <تكتاز> <تكتاز> يعني هو زعل من كل.. هو كره الجواز كره كل حاجه اولا انا بنظر دايما لكل واحد من دول مش انه مجرم انه غلبان غلبان لانه احتماله قليل ومش أي يستحمل الموقف آه. ده يعني حنيه ربنا هتشمله وكتير بشوف بالمنظر ده واحد مش طايق مثلا ابنه او بنته اللي عندهم مرض التوحد او طالعين تفكيرهم <applause> يعني متأخف. في اي تخلف آه. معين أوه. العيال دول معروف انهم بركه للاسره في المية كل الابحاث والحب نعرفها كده تبقى بركه خاصه لكل اسره وبيجذبوا ناس كتير للمسيح وسمعنا عن حالات كده ايوه آه. بيجذبوا ناس للمسيح الشخص المعوق ده اذا كان وطبعا هو بيحب ربنا تعبيراته عن محبته لربنا بتأنبني أنا الإنسان اللي ما عملش زيه أنا مم. سليم وماشي كويس وقاعد على و... على ويل شير ومعوق وبيصلي أكيد في عدم ما أنا أو يصلي لأجلي والله يستجيب أحس بقداسة الله الموجود فيه مم. معروف الأولاد البركة فالشخص ده مم. اللي ساب البيت كلمة ليك كلمة ليه المسيح اراد يديك بركه ومع هذه البركه هيديك القدره والامكانيات تتعاملوا مع هذا الطفل المعوق في في كل حته في العالم حاليا امكانيات للتعامل مع الاطفال المعوقين بالظبط والله سيوجد الوسيله اللي بيها سيتغلب على اعاقته هذا الولد لما يكبر يعني او البنت الاهم انا ما ما اجيش ما اغضبش على ربنا مم. لان الله مش هيجربني بشر غير مجرب بالسرور الله بيديني هديه أه. لانه عارف كويس ان دي هتديني طول أناه وفرح لما احس ببركات وجود هذا الانسان الجديد معايا اشكر ربنا مم. انه جاب لي انسان بهذا المنظر عنده اعاقه سواء في السمع او النظر والاعضاء اقول له اشكرك يا رب انت عارف كويس قوي ان خطه حياتي اللي انت مقررها ليا هيبقى فيها بركه بسبب م. ابني ده او بنتي ده خليني يا رب احس ببركتك خليني يا رب اشعر ببركه وجود فلان ده الابن او بنتي معانا آه انا باكد لهذا الانسان م. انه هيحرم نفسه م. من التلامس مع بركه ربنا يسيب البيت م. يرجع البيت وهو ومراته يقفوا في يعني يشددوا بعض yes. في الامر ده مظبوط كده يشددوا بعض وي. وبعدين يشوف ربنا ازاي بيشتغل مع هذا الولد بالظبط ده شويه شويه الولد ده هيعملوه حركات بحركات وتصرفات م. هتبكتهم دموعهم هتنزل مش عشان هم عندهم يعني مصاب نو دموع هتنزل فرح بربنا وبركه ربنا, ربنا اللي موجوده دي ياما بنشوف عيال ماشيين مع مع ابهاتهم وامهاتهم والناس بينجذبوا لهذا الانسان مش بيصعب عليه بينجذبوا ليه بنات مثلا معوقات بيلعبوا موسيقى بيرتلوا ناس عقلهم عقلتهم مش مش ناضجه بنفس مستوى السن بتاعهم بيعملوا اعمال يعني فنيه بتخلي واحد يقول ايه ده؟ ما هم بيعملوا الكلام ده وانا مش مستغل الموهبه اللي ربنا مديهاني في بنات معوقات في البصر بتاعهم مم. مولودين مش شايفين مم. حاليا بيقفوا على مسرح الاوبرا بيرتلهم ويحضر امامهم مسلمين ومسيحيين ويسقفهم للبرفورمس بتاعهم اللي بيذهلهم يعني ودول يعني كانوا بنات ما مش قادرين يشوفوا حاجه خالص ازاي وصل خدوا ليسانس مثلا اداب وازاي خدوا ماجستير وفي ناس السمع بتاعهم والنطق بيتعلموا الساين لانجوج وبنشوف حاجات عجيبه في عمل ربنا مع الناس المعوقين وجميع الكنائس حاليا بتهتم بالمعوقين يعني ما فيش ما بتهتمش بالمعوقين بس ما اندافعش واسيب الاسره واسيب الاسره مشكورك يا دكتور نبيل وان شاء الله يكون سمعنا يس ال انا قلت ابتديت وانا بتكلم على كروس سبعه قلت اي واحده بس مم. اللي هي العطاء العاطفي. يوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذا المرأة الرجل أيضا. يعني الست مسؤولة كمان إنها توفي جوزها محبة ومحبة عاطفية. حتى لو رفض. إيه الكلام فاضي ده؟ تبقى عارفة إن في يوم من الأيام أغير نوع التعبير العاطفي شوية. ممكن أطبطب عليه. ده تعبير عاطفي. نفرض آجي أقرب منه عشان أبوسه بيزقني. في رجال يعملوا كده انا مش فاضي حاجه زي كده ت... يعني ما تاخدش على خاطرها الست وتقول ما يعني رفضني لا ابدا اقول انه جاز تربيته كده جاز تعبان شويه دلوقتي اغير التعبير عن المحبه العاطفيه الى كلمه ظريفه بتشجعه مم. بتطيب خاطره ما فيش راجل في الدنيا ما يحبش يتحب ولا ست ما تحبش تتحب فآية ثلاثة دي بتقول المحبة المتبادلة بين الزوجين واجب على الاتنين مش بس واجب على الراجل يعني الآية اللي بعدها ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك أيضاً الرجل ليس يتسلط على جسده بل للمرأة دي ملكية مشتركة للأجساد ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً ليس يتسلط على جسده بل المراه وفي عمرنا بنسمع انه الراجل ممكن تقال له الكلام ده ده الراجل بتلاقيه ملهوف على مراته ومطلب بتمتنع مم. الايام دي بيحصل العكس العكس طيب فربنا بيوجه رساله تانية ان العاطفه اولا تسبق الجسديات بالظبط دكتور نبيل معانا مكالمة استاذنك أبو مهند من الأردن اتفضل حضرتك إذا عندك سؤال ولا أي مداخلة كده صغيرة عشان وقت البرنامج أهلا بيك اتفضل مرحبا أهلا بيك اتفضل معاكي أبو مهند من الأردن أهلا بيك يا أبو مهند كلمة بسيطة عن الزواج مداخلة بسيطة عن الزواج تفضل لا آه، تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين وردت في رسالة كورنثوس الثانية حاسة عدد 11 آه، المداخلة تقول ما يلي قد يكون الزواج علاقة مباركة آه، إن خلفيات متباينة مختلفة وآراء متنوعة وعادات متطرفة سريعة ما تحول حلما أن الأمور الزوجية الخاصة لو سمحت لو سمحت يا أبو مهند يا ريت بس تكون مختصر في الكلمة عشان وقت البرنامج كلمة بسيطة يعني أن أن الأمور الزوجية الخاصة التي تربط الزوج بزوجته هي بحد ذاتها عرضة لمشاكل عدم الانسجام فالخلافات الشخصية بل والتخيفة التي نصادفها في العلاقة اليومية قد تتحول إلى مماحكات تثير الرباط الزوجي وتفقده وعدم الاتفاق في الأمور هو الأمر الأكثر بل والسبب الأساسي للخلافات نشكرك بنشكرك جدا على المداخلة شكرا علمتك فليه ربنا حط العاطفه الاول ويجي بعدها الجسديات والاثنين مسؤولين امامه على العطاء مم. وعلى الامتناع عن العطاء العاطفي والعطاء الجسدي لان ربنا شايف الموضوع ده مهم جدا والعاطفه تصبح الجسديات وكلم الراجل في العاطفه لانه ضعيف في اعطاء العاطفه وكلم الست في الاول في ايه اربعه كل سبعه لانها ساعات بيبقى لها شويه او ممتنعه. مم. مع ان الراجل الايام دي بسبب الدخول في عدم القداسه على الكمبيوتر ابتدى يمتنع عن شريك حياه. أي خمسة بتقول إيه بقى؟ تنظيم. أي خمسة وبالتلات آيات دولاً تلاتة أربعة خمسة من الايات الذهبيه اللي بتقود الحياه الزيجيه وبيدرسوا في الجامعات حاليا حتى الجامعات اللي مش مسيحيه لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على موافقه الى حين لكي تتفرغون الصوم والصلاه ثم ترجعون لئلا يجركم الشيطان لسبب لعدم نزاهتكم يعني عدم ضبط النفس يعني. لا يسلب أحدكم, أحدكم الآخر أنا بقول لا يسلب أحدكم الآخر حقوقه. مش لا يسلب أحدكم الآخر يعني آخد غصب من عنه. يعني أنا عاوز أروح أقعد أسبوع خلوة. عشان أصوم وأصلي. مراتي تقول لي آخد موافقتها الأول. جايز هي محتاجة وجودي. ولو قلت لا مش هقدر استغنى عنك. ما اقدرش اروح. الا ان يكون على موافقه. مم. ما اسلوبش حقها في تواجدي معاها. بس كان يكون الى حين حاجه صغيره اسبوع مثلا ولا حاجه. ولازم نرجع تاني مع بعض. مم. لان لو بعدنا فتره طويله الشيطان هيجربنا بسبب عدم ضبط انفسنا. مم. فدي تنظيم للحياه العاطفيه والجسديه وازاي افهم زي ما ذهبي الفم كان بيقول بيقول ان المراه اللي تتمسك بالصوم والصلاه وجوزها مش قادر يحتمل تعبان عنده احتياجات معينه فبيقول لها بيكلم المراه كان في القرن الخامس بيقول لها ماذا تنتفعين بصومك وصلاتك وزوجك بيتحرق في احتياجاته لأن المحبه تعلو الصوم والصلاه محبتك لجوزك م. الله بيقبلها اعلى من صومك وصلاتك فده نداء موجه الايام للست والرجاله انه اذا شفت شريك حقيقي تعبان في احتياجات عاطفيه او حاجات جسديه ما تغفلش عن هذا ده أمر إلهي ما داش أسلبه حقه في إن هو ياخد عاطفة وياخد جسديات وما أقولش بحجة الصوم والصلاة أنا ربنا قال إذا أنا عارف إن الشيك حياتي تعبان وبأصر إني أتعالى عليه أو عليها أنا حاليا في صوم أنا حاليا في صلاة الله لن يقبل هذا لأن المحبة بقول تعالوا الصوم والصلاة محبة يعني إيه يعني مش عاوز زوجي أو مراتي تقع في خطية الفكر م. أو التعب الثلاث آيات دول تنظيم جميل جدا للعلاقة, للعلاقة الزوجية مع موضوع محبة. الخضوع والحب الإلهي زي المسيح محب الكنيسة دي آيات معينة بتوجهنا ازاي نتعامل وناخد بالنا من الخطايا اللي أنا قلتها ان اذا كان فيها اي حاجه موجوده تطفي الروح أوه. يعني تفصلني عن الروح واحس بالبروده م. وان ربنا مش بيلهب قلبي م. احاول اتوب م. عن هذه الخطايا م. او حد يساعدني ارجع عنها م. فيرجع روح ربنا م. يلمس قلبي تاني وشعل مع ربنا طيب دلوقتي من اول ما ابتدينا يعني في كل حلقات الجواز ان ابليس عاوز يفتك بالاسره واحنا حربنا مش مع لحم ودم يعني الخناقات اللي بتحصل بين الزوج والزوجه مش مش هم اللي مش هو اللي عدو الثاني لكن ابليس هو عدونا yes. فعشان كده لازم في كل المشاكل اللي كنا بنتكلم فيها حتى في الضغوط الاسريه في في كل ده حتى في خضوع المراه وفي بذل الرجل ليها انه يتذكر انه بيعمل ده لربنا وان ده اللي بيقف ضد ابليس انه يدخل ويسرق من الأسرة فرحها وسلامها وهدوءها وحياة المسيح فيها. فدي حاجة نبقى متنبهين ليها جدا إن بتاعتنا للكلمة إحنا بنطيع الله فإبليس بيهرب مننا. يس أنت قصدك تقولي إن أنا بغلب إبليس بتاعتي لربنا وبتقديمي المحبة اللي هي فوق كل شيء. أنت حاجة أهم من كده في الأول بتقولي إن ما أعتبرش شريك حياتي هو عدو. هو عدو. لا. إحنا عندنا عدو واحد بس هو إبليس إبليس م. اللي بيحاول يفصلنا عن بعض، يبعدنا عن بعض، يكبر المشاكل في نظرنا بحيث في الآخر نقول ما فيش حل غير الانفصال بالظبط مع إن ما جمع الله لا يفرقه إنسان لا يفرقه إنسان م. فبناخد بالنا الموضوع ده قوي ودايماً في علاج المشاكل أول خطوة بنعملها إذا نرجع الاثنين الأول لعلاقتهم مع المسيح مع ربنا دي أول حاجة في الأول تبتدي تتضح الامور ببرنامج روحي معين وبالاشتراك مع المرشد روحي بتاع الكابل اللي جاي يعني ازاي الاثنين يعرفهم مع ربنا تاني حاجه يعرفوا تعليمات ربنا بخصوص الزواج ايه ربنا عاوزة نعمل ايه بالظبط وبعدين آه لما ثلاثه اذا زوجي او زوجتي تعبت وقت من الاوقات مش قادره تعطي مش قادره تحترم هو مش قادر يحب اخش قط مخدعي واطلب من العريس السماوي مم. يشبعني الفتره دي مؤقته دي يعني بالزبط. واطلب لأجل شريك حياتي مم. في مشاكل كتير نتيجه لعدم فهم نتيجه التربيه المختلفه الكرش المختلف اللغات المختلفه مم. نتيجه ان هي ست وانا راجل في مم. فروق بيننا يعني طبيعي. في فروق كتيرة مم. جايز في حلقه ثانيه نتكلم ازاي نتغلب على, على هذه الفروق، مه. ازاي نتعامل مع هذه الضعفات مش بس روحيا باني افهم الاول مه. هذه الفروق اللي حصلت مه. وحصلت ليه؟ حتى الان احنا ما جاش وقت مه. عشان نشرح الايه بتاعه الزواج الثلاث مراحل الترك الالتصاق الاتحاد. الثلاث مراحل دول من اول سفر التكوين لغاية أفسس مرة بمتة جيل متة ونجيل نفس الآية بتتكرر يعني الله هو اللي حدد أن هناك ثلاث مراحل متداخلة في سر الزواج ببتدي أترك يعني إيه؟ يعني أنا عيلتي لها تقاليدها وعظمتها ومجدها لكن ربنا بيقول لي كراجل اترك أباك وأمك واكرم أباك وأمك بيقول للبنت ايه انسي شعبك وبيت ابيك لان الملك اشتاق حسنك اختار لك حد جابولك وهو ربك فالاثنين الزوج او الزوجه التعلق المرضي بالاسره الاصليه تعلق مرض يعني ايه يعني افضلهم على شريك حياتي متعلقين باي سبب من الاسباب جوزي عصبي مراتي بتحبه ومراتي اكثر مني اي سبب يجب الاتنين يعرفوا الزوج والزوجه يتعاملوا مع اسرهم الاصليه بطريقه ازاي تدريجيا يتركهم. والاهالي تدريجيا يتركوا. ما هو الابن هو اللي بيفهم مامته ان حاليا متجوز. يعني اعرف واحد كان خاطب وبعدين بيكلم مامته من امريكا مم. ثلاث مرات في اليوم وهي في مصر وهي في مصر مم. بيحل مشاكلها مم. وهي يعني شغلاه بمشاكلها هي بتشتغل يعني مم. واخدها الكونسلر بتاعها مع ان عندها زوج معاها في مصر وعندها اولاد تانيين فالولد حاسس المسؤوليه عن امه انتهت بايه؟ فسخ الخطوبه الخطيئه مش مستحمله ان هو كل تفكيره إيه ماما عاملين مع ماما مشاكلها ازاي طب ده هيجوز ازاي ده وهو يقدر يعني يقلل بس مش معناه ان هو ما بيحبش امه لا ما الترك ده مم. معناها انا بخلي بابا هو مسؤول ماما تقولي لا انا بحب رايك انت مش راي جوزي تبقى غلطانه يحصل تقارب بين بابا وماما وهو هيترك لي انا المجال اكون قصه جديده شريك حياه جديد ف دي من المشاكل اللي بيتدخل فيها الكونسلنج وتدخل فيها الاباء م. يعني اللي بيرشدهم لانها ممكن الام تبقى متمسكه ببنتها وابنها غالب ابنها بطريقه مش عاوزه مستخسراه مستخسراه في مراته فبتحاول تاخده وتشغله بتكون نتيجه ان الحاله الزجيه تبوظ فهي اللي عاوزه كونسلنج مش الولد هي اللي عاوزه كونسلنج والولد ازاي يتعلم تدريجيا يمتنع إنه يقول يقلل كلام حلو كده منها يعني زوجه ماما بتقول ايه؟ تقول الوحيد اللي بيديني كلام حلو في حياتي ابني بيعفي دلعني يقول كلام حلو كويس طب وجوزها ايه طرطور يعني؟ ايه يعني؟ اكيد هي بتصد جوزها واذا زوجها مش عارف الابن ده اللي نتاج الاسره دي وبيعرف يقول كلام حلو مم. يقول لها ما بابا كان بيقول كذا وكذا ويروح بابا لوحده <applause> يا بابا من فضلك ايه محتاجه كلمتين كذا أوه. وكذا اعمل يعني كذا عشان يبني علاقه ابوه مع امه وتدبني علاقته تبصش مع مراته يقدر يتجوز آه. لكن موضوع الترك ده بيبتدي وبعديه في الالتصاق اللي هو المحبه اللي بين الاثنين اللي فيها التزام بعمل معين بينهم يعني في انا بقول دايما في خمس التزامات في موضوع الالتصاق ده او ده الالتصاق ده مسؤوليه الراجل والست الالتصاق يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته يبقى يجب يكون الحب من الرجل بيتكب من الرجل على الست والست تعمل إيه؟ تبادله نفس الحب ده بيؤدي إن هما <applause> بي جوين توجذر يلزقوا بعض المحبة بتجمعهم مع بعض يبقى <applause> في التزام من يوم الفرح إن ما جمع الله لا يفرقه إنسان عبر عن محبتي واحترامي لشريك حياتي وأقدره او اقدرها لازم يكون في تعبير عن الحنان وعن الحب العاطفي وعن الابريشيشن لاي عمل يعمله الشيك حياتي سواء طبيخ حلو او راجل تعب لاجلي او ساعد بحاجه في البيت اقدر لا يا انا مقدر الكلام ده لازم ابدي شريك حياتي عن نفسي من قبل جواز انا اوفي احتياجاته أوفي احتياجاتها سواء هو أدى أو أداش. يعني بعد شوية طبيعي إذا الاثنين مرشدين صح كل واحد بيوفي التاني. بس حاطط في مخي ما أشتكيش إن احتياجاتي غير مستوفاة. أوفي احتياجات شريك حياتي. أولاً والله هيخليه ويخليها تديني. فدايماً أخلي الشريك حياتي قبلي. يبقى أنا أي هاف تو جيف أدي عطاء. لازم اغفر وابدي الشيك حياتي عني. اخر حاجه في الالتزامات بالنسبه لموضوع الالتصاق ان في حاجات احتاج اتغير فيها. طباع اتغير فيها، تصرفات اتغير فيها عشان نستمتع بربنا معانا في الجواز. أو. لازم اخد بالي ان في حاجات تعقلي من طباعي واخلاقياتي عن التعامل او التلذذ بالمسيح اللي موجود في العلاقه في الحياه الزيجيه. دي احطها قدامي اي ام كوميتد انا ملتزم بالتغيير إن اني اغير حاجات معينه طب. عشان استمتع اكثر بالمسيح طب استاذنك يا دكتور نبيل في مكالمه من مصر بنت الرب من مصر اتفضلي معانا على الهواء. ألو. ايوه اهلا بيكي اهلا اتفضلي لو الدكتور لو يعني انا دول اللي يعني عملني عمله وحشه في شتيمه في اهانه عدم احترام حتى قدام الاولاد ولما بسكت اقعد اسكت أقول عشان خاطر الولاد لو ربيت ياخذوا بالهم مش عارفه ايه كده هو بيزيد وكمان بي يعني عارفه بي بي الوقت بيوصل لما الانفجار انما بيزيد وقت بقى أنا ما بصور كده من كتر ان انا مش قادره اتحمل فمش عارفه اتعامل معاه ازاي يعني بقعد اتحمل اتحمل يعني ح يعني لحد ما انفجر كده مره واحده ببقى مش قادره اسيطر على نفسي مش عارفه اتعامل معاه ازاي ايوه يا بنتي يعني تحب اجاوبها؟ اه لا اتفضل يا دكتور نبيل تحبي تجاوبيها أنت كلميها لا اتفضل يعني يا قالت في الاخر بتحتمل تحتمل تحتمل وبعدين ايه؟ تنفجر فالانفجار ده بيضيع احتمالها طبعا يعني مم. فانا مش بلومها لكن دي عاوزه تفهم كويس هي بتحتمل تصرفات غير لائقه من جوزها معاها لأن الشيطان بيخليه يتصرف كده. وزي ما انت قلتي العدو الأساسي إني بصلي من أجل ربنا يبعد شيطان الغضب عن جوزي. لما بعمل كده وبصلي الله بيزود احتمالي وهلاقي نفسي بالتدريج انا بتعصب وبنفجر بعد شويه هتطول المده قبل ما اتعصب بعد شويه هتطول مدة اكتر يعني هحتمل يعني وبعدين انا ما اعرفش حاجه عن سلوكيات الاخت دي تصرفاتها في البيت ايه مع الولاد قال لانه الايه بتقول ملاحظين ستكن الحسنه او الطاهره بخوف بوتس الاولى ثلاثه ايه واحد كان القديسه مونيكا جوزها مش مسيحي حماتها مش مسيحية بيسموها العذاب زي ما قلت منعينها من الكنيسة ابنها ماشي ماشي بطال فبتصلي وتصلي شايفينها مثل لامرأة فاضلة وعمرها ما فكرت أبدا تقول لجوزها أنت غلطان بتعمل إيه خالص بتطبق يربحون بسيرة النساء بدون كلمة يبقى أنا مهمتي إزاي في ربنا عشان صورتي دي الحسنه تبقى قدام جوزي حاجه معينه طب بيضرب جوزك ليه هو في نظره نرفزتني ما سمعتش الكلام فانا بحاول طبعا بقدر الامكان ان ما واذا كان عنده هي في مصر ففي الغالب ما عندهمش في مصر آه تعامل مع الغضب انجر <applause> مانجمنت يعني ما فيش جلسات بتتعمل عندهم لكن الحل اللي لازم يتعمل ما دام مش بيستعمل ادوات حاده في التصرف معاها يضرب بإيديه من حاجه زي كده الزوجه تواضعها ومحبتها هتثبت ليه ان هو غلطان ارتباطها بولادها تربيتها الحلوه ليهم العيال ساعات يتحولوا بسبب تصرفات قدوه ابوهم يزعقوا يضربوا لامهم او انا مع جوزي وده مقفوله له شايف حصل ايه قدام ربنا عيالنا دول مسؤوليه لما ابتدوا يضربوا فيا يعملوا كده زوجاتهم حياتهم هتبوظ بعد كده فمن اجل ربنا انا محتمله بس من اجل ربنا عشان العيال ما تعبوش وما يبوظوش طب يا دكتور نبيل لما يفضل يضرب فيها مش من حقها برضو تبعد شويه عنه فتره اذا كان الضرب بيؤدي او خطر على الحياه لكن انا ما انصحش ابدا انه تسيب البيت وتبعد خالص من اجل انه بيضع ضرب بسيط مش بيؤدي الى كسور كسر في جسمها او خطر على حياتها لأن في مصر موضوع الضرب ده ده كلتشر غير مسيحي مسموح في الكلتشر غير المسيحي ان اضرب مراتي اربطها في كرسي واضربها فبعض المسيحيين اسف اتعلموا من م. هذا النظام غير المسيحي وينفذوه على زوجاتهم فاحنا بنشرح في الكنائس ايها الرجال احبوا نسائكم ولا تكونوا قساة قسوه قساة عليهن احبوا نسائكم كما أحب المسيح الكنيسه واسى نفسه لاجلها بنشرح ادي في الكنيسه م. طب اذا كان اصلا ما فيش يعني الراجل مش روح الكنيسه يعني لا يطيع الكلمه ما فيش غير السيره الحسنه الطاهره هنا عندنا في حاجه اسمها شيلترز حتى ما بنصحش فيها ما بتنصحش ما بنصحش الا اذا كان في خطر على الحياه عندنا مكالمه من مجدي من مصر اهلا بيك اتفضل بخير اهلا مساء الخير ازيك يا فندم ازيك يا دكتوره اهلا بيك اتفضل الو ايوه سامعينا انا حضرتك ايوه ازاي الدكتور مشكلة آه، على الدكتور وازاي حضرتك الحمد لله آه، انا عندي مشكله صغيره هتكلم يا فندم اه اتفضل دكتور نبيل سامعك اتفضل حضرتك انا دكتور نبيل سامعني أيوة. آه، انا سامعك آه، كويس عندي مشكله أوه. ماشي يا فندم عندي مشكله مع مراتي وعاوز اخد راي اخد راي سيادتك فيها اتفضل آه، انا مسيحي اسمي مجدي ومتجوز من 18 سنه وجيت من الشغل في مره جيت مرات لما تلعبش في البيت وحاجت البيت وخدت الاولاد وانتفشت الكلام ده دخل في سنتين واخد بال أي. ايوه دورت عليها دورت عليها قعدت ادور ادور ادور, أدور أطلت فيها مره جيت قاعده في شقه كده في حته يعني خلينا اتكلم بصراحه ولا براحتك ب... مفيش داعي لامور يعني شخصيه و... بالتفصيل انت انت انت, ذك... انت ذكرت اسمك الاولاني بس ما تقولش الاسم الاخر ولا اسم مراتك اه اتفضل ولا اسم مراتك كمان؟ لا عشان ما نشهرش بيها ما ماشي ماشي معلش انا ماشي المهم يعني ان هي خدت الاولاد ومشيت واختفت بقى لها من سنه ونص دلوقتي من سنتين من يوم حوالي 28 6 2012 لحد أه النهارده هي في ولد منهم كان عنده ولدين في ولد منهم كان عايش معاها ومره واحده ايه بعد شهرين اتصل أه بيا وقال لي بابا انا في المترو وانا جاي لك وجالي فلما جالي حبينا نروح لها في المكان اللي هي فيه اختفت برضه من المكان اللي هي فيه وهي معاها ولد واحد دلوقتي فدلوقتي لسه كان يعني سيادتك انا مش عارفه اعمل ايه اللي ممكن اعمله إيه. يعني انا ممكن اعمل ايه دلوقتي انا مش هكدب عليك انا انا اسف في اللفظ انا رفع قضيه دي إيه حاجه قضيه طلاق أه يعني مش عارف شور عليا قضيه طلاق بالظبط كده ماشي ومش عارف انا اعمل ايه دلوقتي ايه دور هي معاها ابن صغير نعم ايه دور اهلها امر رحت لاهلها اهلها عارفين كل حاجه عنها ورحت لأهلها أخذت معايا العمدة وخدت معايا شوية يعني إحنا من البلد يعني من الصعيد قعدت مع أهلها ماشي للأسف أنا آسف اللفظ وآسف الكلمة دي تطلع على الهوا ناس مش كويسين جدا ولا عملوا أي حاجة ولا كأنك اتكلمت معاهم ولا كأنهم يعرفون طيب أسألك سؤال أنا حوالي دخلت بص يا مجدي الست أصلا بتسيب بيتها ليه؟ آه. آه. ليه سبت البيت؟ انا اه انا نفسي نفسي ومن عيني الاقي السبب ان هي ثابت البيت انا 18 سنه متجوزه. ايوه يعني انا عندي 18 سنه واحنا متجوزين كنا بنغمزها بماسكه كده وكان ربنا اللي يعرف ان هي كانت عايشه معايا في احسن عيشه انا راجل صنايعي وكنت شغال في شركه اراسكو. واخد بال قصتك؟ يعني واخد بال سيادتك ايه؟ هل أنت بتشك في وجود و... حد تاني؟ أيوه هل بتشك في وجود راجل آيو. آخر؟ بيقول أيوه آه. بتشك بس آه. بس ما عندكش دليل؟ لا عندي الدليل وعندي حاجات كتيرة وأول دليل أقول لك عليه ولو الكلمة دي لا ما تقولش, يعني. دليل. لا. لا. ما تقولش <applause> الدليل ما تقولش الدليل ما تكشفش نفسك <applause> يعني وما تقولش كلام خارج بص بص يا ابني انا مش هتكلم كلام بص 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 يا ماجد انت حاليا فاضي مملك. الطلاق طلاق هل انت رحت آه. رحت للكنيسه؟ ما في حاجه هنا عاوز اقول لسيادتك عليها انا رحت للكنيسه ماشي بس انا مش مكلل ارثوذكسي انا مكلل طائفه اسمها 500 اي تسمع عن طائفه اسمها 500؟ اي خمسينيه خمسينيه أيوة اه طبعا ايوه طبعا اسمع طبعا اه طبعا الانجيليه خمسينيه ايوه انا مستعمل تبعها فالكنيسه الاردنيه عليك احنا مالناش دعوه انت طلعت طلع محكمه ايوه اسهل يعني حاليا دلوقتي انا بقالي سنه دلوقتي وبقالي سنتين دلوقتي شغال في القضيه الأو... في ومفيش اي نتيجه فمش عارف اعمل ايه انت عارف في مصر لو قدمت في المحكمة دليل على زناها ممكن تسجن فخلي بالك ولا هي يعني آه. مراتك هي مامة والدة العيال بتوعك ايوه ما فخليك حريص ده ده في ده في حاجة. خليك حريص قوي في خليك حريص في المحكمة الطلاق في مصر بيخلص أيوة. بس الايام دي عشان محاكم ملخبطة آه. بقى بلا سنتين ملخبطة آه. هتخلص الموضوع ده بس رأي الكنيسة الخمسينية اللي جوزتكم ايه في الموضوع ده قالوا لك ايه مش ليلى مش ليلى مقر هنا مش ليلى مقر مقر فين مش في, في القاهره مش ليلة مقر هنا في القاهره وانت بت... كنت بتحضر فين الكنيسه دي يعني الكنيسه دي في المنيا يعني قصدي في في القاهره مقر هنا في القاهره <applause> يا ابني في في القاهره كنايس خمسينيه كتير قوي أوي, أوي. رحت وراح في اللي في سبرا ورحت لفيت كله كله الكنيسه قال لك مش تبعنا ما نعرفش عنها حاجه صدقني زي ما بقول لك كده انا ما خليتش انا بقالي سنتين بالظبط زاره لسه طب انت معاك شهاده جواز من الكنيسه دي؟ اه معايا رسم الجواز طيب اذا انت مزارة مزارة. اذا انت متاكد اسمع كويس اذا انت متاكد طيب ان ما فيش حد هيحاول يردها عن يعني الاتجاه الغلط تقول بتقول معاها راجل او بيشوفها راجل يعني اوعى ما يكونش في حاجه زي كده اذا كان في حاجه زي كده بنحاول اول انها تتوب اذا رفضت التوبه واصرت على موقفها سواء عن طريق اهلها او عن طريق حد من الكيسه الخمسينيه او حد من المعارف يعني يتكلم معاه اذا اصرت على كده يبقى انت هتستمر بس تحاول بقدر الامكان عدم إيذائها أنا في مصر لو أثبتت عليها حاجة زي كده ممكن تتأذي زي ما قلت يعني والشخص الخاين من حقه يعطى فرصة للتوبة رفض التوبة اعمل يعني اللي أنت عاوزه براحتك يعني احنا بنشكرك يا اخي مجدي بس عشان وقت البرنامج وممكن لو حبيت تسيب تليفونك ونتكلم معاك ناقص لنا تلات دقايق بس وانا كان نفسي اقول حاجه على الشلتر لكن هخليها مره تاني. <applause> انا مش مع الشيلتر في ان هو بيدي بيقوي الستات على ازواجهم لكن احيانا بيحمي فعلا من من امور كتيره جدا مع الاولاد. اذا كان أوه. الزوجه في خطر على حياتها ايوه هنا في امريكا او ممكن تروح شيلتر بس هما دايما بيبتدوا قضيه طلاق. لا مش دايما يا دكتور نبيل انا اشتغلت في شلتر يمكن من عشرين سنه فاكر حضرتك اه فاكر وكان في ست كان جوزها بيخونها و... وعندها ولدين وجاب واحده في البيت صاحبته جابها في البيت كانت بتبقى معاه في اوضه النوم فوق ومراته بتنام في الـ في اللاندري روم في اوضه الغسيل تحت أي. والاولاد فوق فيعني في الشلتر اخذها وحماها وعلمها صنعه وعلمها لغه و... وقدرت تقف على رجليها لان ما كانش ممكن ابتدالها طلاق ولا لا هو ما ابتدالهاش هو كويس. سابها حره ان هي كويس وهي يبقى ليه ليه فايده أمريكا آه. لي يعني. في امور معينه اذا احنا عاوزين نلخص الحلقه دي لان الوقت خلص والحلقه كانت ممتعه جدا والوقت فات بسرعه قوي الزواج بينجح اذا مبني على كلمه ربنا. اذا في التصاق بربنا ووصيته على رقبتنا، يعني سلطانه هو اللي يبقى على الاسره. تمام. وان الزوج يحب مراته. والزوجه تخضع لزوجها. من غير اي يعني دي الوصيه بتقول كده فاحنا هم يحبوا بعض ويحترموا بعض. هم, هم الاتنين ويخضعوا لبعض وي... ويتفقوا احتروا. على كل حاجه مع بعض. م. وان جوازنا يكون جواز مسيحي حقيقي مش نبص انا هاخد ايه وانت واجباتك ايه وايه حقوقي وجايباتي وكل الكلام ده ولو اتطلقت ولا انفصلت هكسب ايه اكتر من الدوله يمكن جوازنا المسيحي حيكون كلتشر جوه كلتشر لان الامور اللي حوالينا كلها ما يهمهاش الجواز لاي سبب بتنتهي العلاقات الزوجيه تحب حضرتك تقول لنا كلمه اخيره دكتور نبيل حب اقول ديئة. ان في كثيرين جدا لم تنحني ركابهم للبعل مم. في زوجات كثيرة جدا جدا ناجحة وبيحبوا المسيح جدا جدا وروح ربنا مال بيوتهم ويوميا في حياة مقدسة للأسف الناس دول مش بيعملوا عن نفسهم مم. الوحش هو اللي بيبان بس فمش عاوز الناس يعني يجد سكارج يقولوا مفيش فايدة خلاص مم. يقاسهم مم. لأن أغلب الزيجات ماشيه كويس مش اغلب الزيجات هي اللي بايظه يعني م. وحتى دايما ربنا بيسمح بيكون في بعض الضيقات في الجواز عشان أتكلم، نتكلم مع بعض ونتكلم مع هو مع ربنا يعني فالله بيقول ان وجود بعض الكونفليكس وجود بعض المشاكل الصغيره بتؤدي الى حوار احسن معاه م. ومع بعض تحت ارشاد حد يعني ف مش عاوز صورة تبقى وحش قوي إن الزواج كل وحش لا أبدا الشيطان شغال بس الله أقوى بالضبط ولاد ربنا يمسكوا فيه الشيطان يعمل إيه مم. تحت الأقدام مقطع يبقى مهزوم طبعا يعني فربنا يدي نعمة لكل أزواج والزوجات يحسوا ويشعروا ويروا إن وجود المسيح في بيتهم اللي هو حقيقة يتلامسوا معاها هم وعيالهم سواء في قرية إنجيل أو في صلاة أو في أصوام علاقة روحية خاصة مع كل واحد مع المسيح ده لوحده هيخلي أي أفعال الشيطان تحصل مهزومة بنعمة ربنا شكرا جدا يا دكتور نبيل ونتقابل في حلقة جديدة مواعيد البرنامج 12 بتوقيت كاليفورنيا يوم الأربع يوم الأربعاء كل أربع وتسعة بتوقيت مصر و وهيتعدي في نيويورك ب 3 بعد الظهر اه هيتعدي يوم الاحد تاني الساعه 2 الظهريه هنا بتوقيت, بتوقيت كاليفورنيا بتوقيت كاليفورنيا وكل واحد يظبط نفسه بقى يعني يعني الاربع من 12 ل 2 في كاليفورنيا والحد من 2 ل 4 بتوقيت كاليفورنيا نشكركم